السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة. هاد النهار غادي نشوفوا الوصفة ديال شوربة البسباس اللي كتجي روعة وسهلة. مكونات بسيطة جدا اللي كتكون من البسباس، البطاطا، خل ليكيد، ملح والبزار وشوية زبدة وبطبيعة الحال الماء باش نطيبوا هاد المكونات كاملة. فبالنسبة للبسباس خديت جوج حبات كبارات وجوج حبات صغارات ديال البطاطا. بالنسبه لطريقه الطيب غادي ندير في الكوكوط، غادي ندير فيها معلقه ديال الزبده، غادي نخليها تذوب، غادي نزيد عليها هذاك البسباس اللي عندي البطاطا ونخليهم يتشحروا بديك الزبده. وبطبيعه الحال مع التحريك ما تنساوش تبقاو تحركوا في هذوك المكونات مع الزبده باش ما تلصقش لينا في الكوكوط. كيف تحسوا الخضره ديالنا تشربات هذيك الزبده وتشحرات شويه، كنزيد عليها شويه الملحه وشويه البزار، كنحرك كلشي وكنزيد عليهم الماء ونزيد الكوكوط كيف ما غادي نشوفوا في الفيديو. من بعد ما طابت لي الخضره ديالي وحليتها الكوكوط غادي نطحنها بالخلاط الكهربائي وغادي نزيد عليها حبه ديال الكيري، قطعه ديال الكيري اللي كتبقى مساله اختياريه في هذه الوصفه هذه، فما قلتهاش في الاول لان كتبقى على حسب كل شخص واش باغي يزيدها ولا لا. المهم اللي ضروري في هذه الوصفه هذه او في الشوربه هو ديك لا كريم ليكيد او الكريم السائله، لان هي اللي غادي ندوروا بها الشوربه ديالنا وغادي تساعدنا باش هذيك الشوربه تختار شويه او لا تعقد. الشوربه ديالنا من بعد ما وجدات اللي كتسمى شوربه البسباس او لا فولوتي دو فنوي، اللي كتكون يعني شوربه غزاله وسهله في الهضم، اللي كتقدم كمقدمه قبل من الطبق الرئيسي وكتساعد على يعني باش الحليب ديال الام اللي كترضع يكثر. فصدقوني هذه الوصفه غزاله وكنتمنى انكم تجربوها، لانني جربتها انا شخصيا ولقيت يعني نتيجه مضمونه مع هذه الوصفه. المهم كنقول لكم الى فيديو لاحق ان شاء الله، ما تنسوش تدعموا القناه ديالي وشكرا على المتابعه.